قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا جماعة، عايز أوضح لحضرتك موضوع طلب المستند يرجى الاتصال بفريد. ده حضرتك يعني أتفه أتفه شركة حصلت في الدنيا. لما صديق لنا بعت لنا بيقول لك أنا عامل إيداع بمية جنيه وربنا يكرمه ويكسب 41 جنيه، ربنا يكرمه ويكسب 41 جنيه، ويجي يسحب يقول له طالبين مستند عشان 41 جنيه. 41 جنيه يا صديقي كسبهم اخونا من الشركه، فطالبين له مستند. مستند يعني ايه؟ يعني ترسل صوره بطاقتك وممكن يعني تصور لهم نفسك شخصيا وتبعت لهم الفيديو، فليكن انها مؤاخذه عن واحده ست او اخ او اختي هيعمل كده مثلا. طب كل القصه انا عايز افهمك الموضوع فيها يا صديقي، الموضوع ان هي اصلا ده عامل او موظف موجود في الشركه تقريبا خلص سجاير، تمام يا صديقي، خلص سجاير وعشم في ال 41 جنيه دول، تمام، عشم في ال 41 جنيه هيجيبهم نص علب السجاير فرد عشان هو خلص سجاير وهو شغال. فطبعا الشركه مفيش، فده هيكسب 41، مش هنسيبه طبعا، مش هنسيبه يا باشا. ده ياخد 41 جنيه يحط 100 جنيه ياخد عليها 41 جنيه، ليه هي سايبه؟ يا عم عليا النعمه، احنا والله احنا في الدمار يا صديقي، احنا لسه عايشين. والمناسبة صديقنا كمل بالمية واربعين، يعني طبعا الضيقة النفسية بتاعته كمل ولعب بيها وخسر الكل، يعني خسر المية واحد واربعين جنيه. كل القصة مش في المبلغ يا صديقي، فاهمني؟ كل القصة انا عايز اوضح لك حاجة بس، ان دي فضائح، تمام، وان اكسبت. انت لو كسبت مبلغ كبير هيتعامل معاك نفس البنت، تمام؟ يعني انت لو كسبت مبلغ، لا ده 141 جنيه، تمام، يعملوا عليها كده، يعني 141 جنيه مش عايزين يدولك 141 جنيه يا صديق. انت متخيل الموقف؟ كل القصه في نقطه، يعني انت متخيل؟ خليك مكسب، خدت لك مثلا 1000 دولار او 100 دولار او 2000 جنيه مصري او اي فلوس، وعندهم سبب ودافع في اي وقت انهم يطلعوا لك باي بند، مع انك اكيد الحساب تبقى ساحب عليه مره واثنين ويقول لك طلب مستند، عايزين نتاكد من شخصيتك، انت فوق سن ال 18 ولا لا، انت بتمشي على رجليك ولا لا، ممكن تمشي على بطنك، فاهمني؟ ايه القصه وايه الحكايه؟ شركات زباله يا شركات، خربت بيوت الناس وهتخربوا بيتنا. طيب يا جماعه معلش طولت عليك، تعال نبدا الفيديو بتاعنا بتاع اللعبه الجديده وهتضحك لما تقول بس، يلا بينا ما ننساش اللايك كاسبين. طبعا حضرتك بما انك مقامر وبتلعب رهانات اكيد شفت لعبه جديده اللي منزلها وان اكس بيت، وطبعا طالما نزلت في وان اكس بيت فهي هتنزل في كل الشركات وهتنزل في زد الكل وهتنزل في كل معلم، هتنزل في كل معلم. بس انت واخد بالك من اسم اللعبه يا صاحبي؟ اللعبه اسمها اولمبيت سولت، ما عليك من اللغه سنة تعليم محو اميه، بس هي معنى اللعبه اسمها فتحات الاولمبيه، بمعنى الاصح انها لعبه مخرمه، لعبه مخرمه يا صديقي، يعني انت تحط فيها الفلوس هتنزل تخر منها كده من كل الخرام اللي فيها، تمام يا صديقي؟ خد بالك عشان احنا الفتره اللي جايه دي هنتخرم كلنا هنتخرم من وان اكس بيت دي بعد الخوازيق حضرتك، يعني الخوازيق هتاخد الخوازيق، فالخوازيق هتعمل فتحات واسعه، دي بقى اسمها الفتحات الواسعه بتاع الخوازيق بتاعتنا احنا. اللعبة دي اسمها الفتحات الواسعة بتاع الخوازيق. تعال يا صديقي نشوف اللعبة هتعمل معانا ايه، بس ما تنساش اللايك الجميل، وحياة سيدك الا فلوفي اللي تضيف لنا لايك، انا حلفتك بسيدك الا فلوفي. بص يا صديقي، طبعا معانا 18752 جنيه 95 سنت، واخد بالك انت؟ انا هلعب ب 100 جنيه يا صديقي، تمام، ونقول حلال الله اكبر. جابت 60 جنيه يا صديقي، تمام، يعني هي هتاخد 100، تمام، هتدي لك 60، يعني هي هتعشم في ال 40 جنيه، هتعشم في ال 40 جنيه يا صديقي، تمام. لكن ما في 40 جنيه زي صاحبنا بتاع الشركه اللي ما رضيش كده، واخد بالك انت، بتاع السجاير الفرد، ما فيش مشكله. طب هنديها كمان 100، لا ده شغل النت بقى والحاجات، واخدت ال 100 جنيه يا صديقي، اخدت ال 100 جنيه وطار. طب كمان 100 بس عشان ما نتوجعش، عشان شكلها الفتحات كبيره شويه، تمام يا صديقي، الفتحات كبيره شويه. خد بالك بقى يا باشا، شوف السكرول اللي انا هعمله ده، شوف السكرول،
نديها 110. اديها 110، لا 120. هنلاقي ان شاء الله ما حد هنحوش يا معلم. يا معلم مش هنحوش احنا يا معلم، هنحوش نروح فين؟ ما ورانا اكس بيت، احنا هنحوش حاجه؟ طب بالنسبه للفتحات بتاع اللعبه دي تقريبا دي مخرمه. شفت تديها 120 تديك 72، نفس كل العاب يعني. انت بتديها مبلغ تديك جزء منه. سبحان الله يا اخي، واحنا مقتنعين، احنا مقتنعين ومصدقين وبنخش نلعب. انت بتخش تدفع 120 جنيه تاخد منها 72 وفرحان، يا ده انا كسبت. طب ازاي؟ ازاي دخلها عقلي وقول لي ازاي؟ لما انت تدفع 120 تاخد منها 72 وتبقى مبسوط كمان، ان انت تبقى مبسوط. هتموتني انت، هتموتني معاك، مش انت بس، احنا كلنا هنموت. جميل جدا اهو يا سيدي، دخلته منك المره اللي فاتت اديتك منه جزء هنا، يعني 120 120 240، ادتنا ايه حوالي 200 203 236 برضه، واخده مننا فلوس. نديها كمان على 120 اهو 108، يعني ادي 120. رايح فين رايح فين؟ تدي 120 تاخد ديك 108. يا جدع انت هتعقل امتى يا اخويا؟ يا اخويا اللي لسه مصدق ايه، والله العظيم خرب بيوت، اقسم بالله خرب بيوت. خش يا صديقي انا هلعب كمان، اديها 200 جنيه طبعا ما انت عارف المصدر. اخرت ال 220 وطارت، اكيد وقعت من اي فتحة فيها. فعلا هي لعبة كثيرة الفتحات. شوف جابت 374 واحنا لاعبين ب 440، 440 في جيمين، 440 في جيمين. هي نظام اللعبة كده يا صديقي، والسر بتاع اللعبة كده، انت بتدي تلعب بجزء بترمي جزء، بتدي لك تاخد منك جزء وتديك جزء تاني. ليه؟ عشان انت تتوهم ان انت مصدق بعد كده هتدي لك فلوس تاني، هتدي لك فلوس تاني. تمام، خليك فاكر ان احنا ضد الناس دي، الناس دي اعدائنا ليوم الدين، اخصمنا ليوم الدين. تمام يا صديقي، احنا بيوتنا خربت عند الناس دي، اقسم بالله الواحد كل ما بيفكر في خسارته ما بيشوفش قدامه. لو انت خسارتك قريبة ارحم نفسك، ما تعيش الوهم والخيال، ما تصدقش ولاد البيض، ولاد البيض اللي بينشروا دول ما تصدقهمش. انقذ نفسك يا صديقي، وانقذ بيتك، وانقذ اسرتك. والله هنا هلاك، هنا خراب بيوت، هنا خسارة فقط. انا بنصحك لوجه الله، ابعد يا صديقي ووفر مالك. انا خسرت كتير ومش عايز الناس تخسر زيي. اسمع مني، انا بنصحك لوجه الله. يا رب اكون في دعاية حاجة بحضرتك، ما تنساش تعمل لنا حتة لايك صغير، وسلام يا احلى رجالة في الدنيا.